صباح خير صباح. بس مسجل. اطلاق صفحة على المتظاهرين. اطلاق صفحة على المتظاهرين تحت الحبوب الآن. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على الأرقام التالية، ذني الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق بأي وقت من وقت البرنامج. أما ذني الاثنين اللي راح تشوفوها هسه من خارج العراق، عندكم ذني رقمين تقدرون تتصلون بها، ومن داخل العراق أيضا همين تقدرون تتصلون بنا على هاي الأرقام، فعندكم ذني الأربعة للاتصال. أما هذا الرقم، هذا الرقم مخصص فقط للواتساب، رقم الواتساب ما مخصص إلى الاتصالات، ما أقدر أستقبل بأي مكالمة، ما أقدر أستقبل بأي رسالة صوتية، ما أقدر أشوف بأي فيديو تريد تتواصل ويانا على الأرقام الثانية، ما قدرت تحصلنا على أرقامنا الثانية، تقدر تتواصل ويانا على رقم الواتساب برسالة أتمنى تكون متبوعة باسمك ومكانك. الفيديو اللي شفتوه هو بمحافظة ذيقار، تحديداً بمدينة الناصرية بساعة حبوبي. هذا الفيديو يعني اللي دا يطالبون به عن مصير الناشط العراقي سجاد العراقي. سجاد العراقي اللي انخطف واختفى. سجاد العراقي اللي ما حد يعرف عنه شيء من يوم اللي انخطف واختفى به. لكن بعد ما نصبوا الخيام وتواجدوا، شفتوا الفيديو ايضا وهو يظهر لكم انه أكو قمع من قبل القوات الأمنية للمتظاهرين، حال القمع اللي سوته حكومة عادل عبد المهدي، حال القمع اللي صار 2019 و2020 وإحنا بال 2021 بنهايتها تقريبا. يعني مصطفى الكاظمي شي يريد يدز رسالة هو والميليشيات اللي وياه، يعني يريد يقول للعالم أنه ما لي علاقة. زين هذا اللي دا يضرب إطلاقات ودي يضرب طلقات ودي يستخدم بنادق، منه إذا مو أنت فلازم أكو واحد عنده سلاح. إذا الميليشيات فمن المفترض أنه ميليشيات الحشد الشعبي تتبع المكتب العام للقادة العام للقوات المسلحة أو مكتب القادة العام للقوات المسلحة اللي هو أنت. إذا مو حشد شعبي أو ميليشيات فهو جيش أو أمن أو شرطة، يعني إذا تفتر كلها بكل الحالات توصل ليمك. زين المتظاهرين أول ما طلعوا كانوا عندهم كم مطلب، وكبرت مطالبهم إلى أن وصلت إلى إسقاط النظام السياسي. أنت جيت بحكومة صار لك سنة ونص، المفروض تسوي انتخابات مبكرة، ما أعرف ليش يسموها مبكرة، شهرين ترى موشي، البرلمان صار لأربع سنين قاعد، شنو المبكر بالانتخابات ما أدري، وشنو اللي سووه ما أدري. العالم كلها خايفة من الانتخابات، العالم كلها خايفة من اللي دا يصير، العالم كلها خايفة لترجع نفس الوجوه ونفس البوق ونفس الفساد. ولما يطلعون يتظاهرون ومدى يتظاهرون يقول لك احنا نريد اسقاط النظام السياسي، لا يردون يعرفون مصير ناشط، تواجهون بهاي الصورة. إذا نرجع ثلاث أيام لورا، قبل ثلاث أيام نشر فيديو إلى المواطن حسن محمد من أهالي محافظة التميم تحديدا مدينة كركوك، اللي شرطة أو استخبارات الشرطة الاتحادية بكركوك عذبته، وكلكم شفتوا إيديناته، الصورة اللي طلعت إيديه مبتورة الأصابع كلها، وهذه الإيد تالفة. ورا مع الجو حكي وبين أنه أكو تهديد صار إله، قال له لا إذا تنشر اللي سويناه وياك فأنت وأهلك ما راح تخلصون من عندنا. هذا اللي قال الأخ حسن اللي يشتغل حارس بعد
ما وصل إلى المستشفى. أكو فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الأبو هو يحكي الحادثة، ابنه شو يشتغل وشون أخذوه وعذبوه، ولما راحوا لقوا إيد مقصوصة والإيد الثانية تالفة. لكن ثلاثة أيام على فضيحة تعذيب هذا الشاب، واللي من المفترض أنه مصطفى الكاظمي قبلها فترة بقضية معتقل بابل اللي طلع على التلفزيون وقال أنا قتلت مرتي ومرت عايشة، واللي قال أنا اعترفت بهاي الأشياء بسبب التعذيب، من المفترض الكل يتذكر الفيديو اللي طلع مصطفى الكاظمي وهو جايب الشرطة اللي حقق ويا المعتقل مال بابل، وعلى أساس أنه صاير عصبي عليه منع يقعد، كان ضابط التحقيق لابس كابوي أبيض وقميص أسود، ما أعرف شان ضابط التحقيق يدخل على رئيس وزراء بكابوي، المهم ما لنا علاقة بالموضوع، ما خلاه يقعد وصاير عصبي، وندار على أبو الداخلية قال له تشكلوا لي لجنة وتتابعوا لي الأمر كله وتخلون المسيئين بهاي القضية كلهم بالحبس وتجيبوا لي حق المعتقل. زين العالم كلها قالت إيه الحمد لله، بل كتحسوا أنه أكو تعذيب بالمعتقلات وراح يبطلون. طلع وراها فيديو، طلع وراها فيديو ثاني، وراها طلع الأخ حسن وإيديه مقصقصة. زين شو ثلاثة أيام لا برلماني حكى بقضية حسن من كركوك، ولا سياسي حكى بهاي القضية، ولا رئيس كتلة سياسية حكى بهاي القضية، ولا زعيم حزب حكى بهاي القضية، ولا أكو واحد يعتبر نفسه سياسي بالعراق حكى بهاي القضية، ولا مرشح ده يرشح نفسه للانتخابات حكى بهاي القضية، ولا رئيس مجلس نواب، ولا رئيس مجلس وزراء، ولا رئيس جمهورية، ما حد حكى بيها. ثلاثة أيام الفيديوهات العالم كلها تفاعلت وياها، طشت على كل مواقع التواصل الاجتماعي، لكن السياسيين ما دايرين بال لهذا الموضوع. واللي صار أنكب هذا الموضوع أنه أمه انطردت من المستشفى ومنعوها تداري ابنها اللي إيديه مقصقصة، منعوها تداري ابنها. ليش؟ ما حد يدري. أم سجى من بغداد، حياك الله يا أم سجى. تحيا ودوم، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يحفظك يما ويخليك وبارك الله بيك، ونشكرك على هذا البرنامج. يحفظك يما، واجبنا هذا اتجاه ابناء شعبنا. تفضل يوم. الله يرضى عنك. والله اني اناشد رئيس الوزراء وناشد البرلمان وناشد اللي خاف الله كليتهم على ولدنا بالمحتفل. نعم. نقول بلكة الله، يعني حتى ومن شافوا أبو بابل والله والله والميتين بالسجون يفكرون بأولادنا، نقول بلكة الله يعني عندهم شوية أمروا على الأمهات على الجهال على النساء ويفكرون ويدزون على الأمهات ويشوفون حال ولدها شنو، أما يدزون على المحكمين نعم راحوا يمكن 95% مثل هاي المصيبة مال أبو بابل وغير بابل، يعني المروة وين؟ يعني الله يرضى عنا رئيس الوزراء دي ينطي قصرات اللي مسجون سنتين، ليش هذولك شنو ما يعني مجرمين؟ هو راح شافهم كشفوا على قضاياهم كشفوا عليهم، الله أكبر الله أكبر على هال على هال على المصيبة، شافوا من الجعان، شافوا من المريض، شافوا حال الأمهات. والله أنا أحكي وياك، أربعة شهداء وواحد مغيب وواحد بالمحتقل هالمعين هذا، بلكة يسمع صوتي مصطفى الكاظمي ومريضة وعندي بتر، بلكة يسمع صوتي. لعب إشقد مثل هذا ابن بابل، إشقد مثل هذا ابن بابل، ليش الله أكبر ليش هيك إنصاف ماكو؟ بلكة الحلبوسي رئيس الجمهورية يحسون بينا، احنا على من نروح ننتخب اذا اولادنا بالمحتقل؟ ما ننتخب احنا غير يشوفون حنا ويطلعون اولادنا، يعني الله هو اكبر ما يحسون بينا، يعني شنو هالظلم هذا؟ ازاي يشوفون هم ازاي يشوفون؟ هل يشوفون اولادهم؟ هل يروح واحد من ولدهم؟ ما يحسون بالظلم اللي احنا شايفينه؟ الله هو اكبر، شنو مجرمين؟
خلي يروح يشوفون. اذا اولادنا مجرمه احنا نقبل والله يحجونهم قبالنا، واذا مو مجرمين احنا هم نريد حقنا ونريد اولادنا، ربيناهم بالظلم والهضم، ليش يجي؟ الله اكبر. والله انا بتوصل صوت المصطفى الكاظمي، خلي نشوف حالنا احنا بحري بامه بضميرهم بغيرتهم، بلكي يحسون بالمطهر. نعم يصير هيجي مو ما يصير. الله اكبر. والله 95% كلهم مظالم والله العظيم، ما يصير هيجي. هاي وين المروه لعب؟ شو تحسون؟ هم عندهم امهات وعندهم اولاد، اشو سكتوا عنها؟ هاي خطية تعذيب. خلي يشوفون لعب شلون ولدنا احترفت، غير من مثل هذا التعذيب وانقذ، غيرها من التعذيب. والله انا ابني حتى خشمه مكسور، شفه مكسور، وحق الله وحق كتب القران. نعم نعم الله اكبر. شكرا الله شكرا لكم سجى، وان شاء الله يسمعوك وان شاء الله يجيبون تساؤلاتك يا رب. ام ساره من الرمادي حياك الله يا ام ساره. انقطع الاتصال بام ساره، اتمنى ترجع لنا مره ثانيه حتى نسمع رايها حول هذا الموضوع. فالسؤال اللي اريد نطرحه، يطلعون تظاهرات يقمعوهم، هذا السبب اللي ادى من المفترض قمع التظاهرات والعراقيين والقتل، ادى الى حكومه عادل عبد المهدي للاستقاله مثل ما هم يقولون. اجى مصطفى الكاظمي اللي يقول انا جيت من رحم الثوره، انا جيت لاجل العراق، انا جيت لاجل شباب العراق. اللي اجى مصطفى الكاظمي من المفترض انه السياسيين افتهموا لعبه او افتهموا اللعبه صح، وانه العراقيين بعد ما تعبر عليهم. اللي من المفترض انه لازم يفهمون انه شباب العراق اللي هو اكبر فئه عمريه يحق لهم يروحون للانتخابات وينتخبون، شباب العراق اللي باصواتهم يقدرون يصعدون وينزلون، لكن يبدو انه السياسيين ما دا يفهمون هاي النقطة، لدرجة انه مثل ما شفتوا بالفيديو التظاهرات اللي محافظة ذي قار. احنا السؤال اللي نريد نسأله، تعذيب وقمع وقتل وخطف وضرب، ويعني هذا اللي دا يصير بالعراق، مو المفروض هسه بال 2021 نهايتها انه السياسيين شوية يغيرون طريقة اللعب، الخطة مالتهم مو المفروض يغيروها، انه يشوفون الشعب العراقي افتهم ووعى واثبت وعيه بتظاهرات وثورة تشرين؟ اذا الخطة لازم تتغير، خصوصا انه احنا مثل ما هم يقولون على ابواب انتخابات ديمقراطية، يعني هاي فرصة انه يستغلون هواية امور حتى ينجحون وينجحون البلد وياهم، بس هاي الفرص كلها تتنشمر جوا المكتب. ابو علي من ابو غريب حياك الله. السلام عليكم، شلونك اخوي؟ عليكم السلام والرحمه اخوي، هلا بيك. شلونك استاذ عمر؟ نحمد الله على كل شيء، تفضل اخوي. انا من طرف ابو علي، ابو المشكله اللي سولف لك علي ابو علي. وهي؟ ايه. انا اخوي كان عنده اسواق بالمنطقه. نعم. فيطلب المسؤول عن المنطقه فلوس. داعاب الدين مالته، الدين كان مليون دينار، داعاب الدين كان يقول له هسه اجيب لك الدين وارضي. الضابط راح لما شورات من المحل من الشارع وزادن بالمحل. زين؟ نعم. على سراي اخذوا اخوي بالتعذيب طبعا، وعندنا تقارير بالتحقيق لانه هو كتلو بالمعسكر، فاعترف عليهن وحكمه 15 سنه. واحنا لا ماكين ولا شاربين. نعم. اي وهسه حاليا معتقل سجن الناصريه اسمه ليت اكرم مهدي. نعم. اي فهسه ما ادري بعد ظلت يمكم ويم الله. واحنا والله على اتفاق الحادث والدتي توفت وامورنا تبادلت، واللي ضحك علينا ما ضحك اخذ فلوس وراح. زين نعم نعم. اي احنا بابا غريب الزيتون. نعم. اي فما ادري بعد توصلني هذا الخبر، شوف لي حال والله ما ادري، عشان ما اعرف شو اسوي والله ما اعرف. 15 سنه وايد صار لي
وصار له 10 سنين. نعم وصل 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 صوتك ابو علي، وان شاء الله سمعوك وان شاء الله يحلون قضيتك يا ربي، اللي هم اصحاب الاختصاص اللي هو من المفترض القضاء العراقي. شكرا لك ابو علي. ابو زكريا من كركوك، حياك الله يا ابو زكريا. الله يحييك، السلام عليكم، شلون صحتك؟ عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز. استاذ العزيز، بس تحياتي لام سجى اللي يعني شكت معاناتها وكذا. نعم. وانا طبعا يعني عن طريق منبركم اقول لها هواي راح يسمعك مصطفى الكاظمي وهواي راح يوقف لك، يعني هذا انتهينا من الموضوع. اما فيما يخص الانتهاكات اللي بالسجون والمعتقلات، يعني هاي مساله اصبحت كلش اعتياديه. ايش تترجون انتم من هاي الطبقه السياسيه الفاسده؟ ليش هو الحرامي يرحم؟ هو اسمه حرامي شلون يرحم؟ بس انا ارجع اقول فد شيء واتحمل مسؤوليته قدام الله وقدامكم. نعم. الخلل الشعب مو بيهم. الخلل بالشعب مو بيهم يا اخي العزيز. نعم. الجزائر ما اعرف قبل كم سنه بالسبعينات نهايه الستينات سووا ثوره وانطوا مليون شهيد واصبحوا شعب ينضرب به المثل، يسموهم بلد المليون شهيد، وتحرروا من الاستعمار وصاروا بلد محترم. لحد الان هم بلد محترم تحترمهم الشعوب ويحترمهم العالم. على الانتخابات راح تكون أسوأ انتخابات في تاريخ العراق لان ما بها مصداقيه، واذا مجلس الامن الدولي عنده مصداقيه ويا الشعوب ويراعي مظلوميه الشعوب يفل العمليه السياسيه هاي اللي هم بنوها وقرار 598 مال التسعينات مال خط 36 وغيره، وعزلوا الشمال وعزلوا الجنوب. ايش هاي العمليه السياسيه الفاشله؟ يعني مو كافي انتهاكات، مو كافي وقت، مو كافي. العراق فقد هويته، فقد كرامته. يعني انا اليوم واقف بالسوق اباوع اسراب من الاطفال تبيع كلينكس وتبيع مي، هاي ما كانت عندنا بالتسعينات، رغم انه العراق كان محاصر من قبل 33 دوله، دائما الدول العربيه قاطع علاقتها به. هسه ويانا شنو هالفقر هذا؟ شنو هالجهل؟ تجي يا استاذ يا حبيبي اعطيني الوقت الكافي، تجي على الشارع وعلى المجتمع، شعب يعني نسبه مو قليله ما عنده وعي، هذا يسفرون سايد، هذا ما يحترم القانون، هذا ما يحترم حتى رب العالمين، استغفر الله. فالخلل بالشعب مو بس بالطبقه السياسيه، السياسيه ما حكمت العراق. بس ابو زكريا يعني انت تقول انه شخص يسوق رونك سايد، شخص ما يحترم القانون، شخص يعني ما يحترم الذات الالهيه استغفر الله العلي العظيم، لكن يا سيدي هل تعتقد انه هاي الامور فقط بالشعب؟ ما تعتقد انه ذولا الفئات اللي بدك تحكي عليهم وجدوا بلد ما بي قانون، ما بي محاسب، ما حد يحاسبهم اذا اخطاوا فتماده؟ يعني اكو مقوله تقول من امن العقاب اساء الادب. اي انت تكرر كلامي نفس ما انا قلت يا استاذ. اي نعم، فاذا احنا ما نرمي اللوم فقط على الشعب، مو انت تقول احنا المشكله بينا. استاذ والله العظيم انا طلعت احكي على اغلبيه صامته بالشرقيه مرتين وحضروا الرقم مالي، حضروا ورقامه ما يستقبلون مني مكالمه. قلت فد كلام يعني كلام كبير من بدأت ثورة تشرين، قلت والله العظيم 50 بندقية إذا انشالت على الخضراء ذولا ينهزمون ما يبقون، حضروا الرقم مالي، عمي الخلل يمني الشعب، هذول شنو سكيلهم عني؟ والله العظيم أكبر جبناء، والله العظيم الحرامي. شوف خلي نحكي بصيغة مثل ما يقول لغة أهلنا، الحرامي عندما يطفر على بيت متحدي كل شيء، بس إذا سمع أقل حركة يموت ينتهي، بس تريد ينهزم. ذولا حرامية ساكتينهم، وتعال شوف هسه الانتخابات، تعال شوف الصور زين، واغلبهم صورهم جاي تشقق، توقع ذاك اليوم قدامي الهواء وقع صوره منك، والله وقع الهواء منك، لا حد وقع زين. فالشعب وين الشعب يا اخي؟ جذور اذا كافي ظلم، مو فقدت هويتك، فقدت ثرواتك، فقدت كرامتك، ما بقى عندي جيل يعتمد عليه. ما بقى جيل يعتمد عليه. تحولت الدولة وتحول نظام الحكم بالعراق من اشتراكي إلى رئيس مالي. قبل كان الحكم يصرف على الشعب، هسه هو الشعب يودي ابنه للمدرسة بفلوس، يروح المريض بفلوس، لعد وين النفط وين يروح؟
يعني بس الإيران يمدقوا لي سارة إيران وخلي دزوا الاثنين على مطار يقتلوني مثل ما قتلوا هشام العاشي. خلي دزوا لي فد اثنين لا أقدم ولا أخر. أنا يعني حكيت هذا الكلام وأتحمل نفسي. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك أبو زكريا. عيد من بغداد حياك الله يا عيد. عيد انقطع الاتصال ويا عيد أتمنى يرجع لنا عيد. المشكلة اليوم يعني السياسيين هم بأنفسهم. أنا أريد أوجه لهم سؤال إلى كل من يقول عن نفسه سياسي بكل طوائفهم، عذرا نحن ما نحب نحكي بالطوائف، لكن هم نظامهم محاصصي طائفي. هم مصرين أن يكون العراق رئيس وزراء من طائفة ورئيس البرلمان من طائفة ورئيس الجمهورية من طائفة أخرى. السؤال اللي أريد أوجه لهم إياه، يعني أنتوا فرحانين بقتل أبناء الشعب العراقي؟ أنتوا فرحانين بالتعذيب اللي يشوفوه أبناء الشعب العراقي؟ وأي واحد بيكم، واحد من أولادكم إذا تعرض للي تعرض له حسن محمد بمحافظة التأميم ويتعذب ويفقد يديناته، راح تقبلون بهذا الشيء لا لا؟ أبو أحمد من بغداد حياك الله. أحييك حبيبي أبو جاسم، أحييك وحيي الكادر جميعا. حياك الله أخوي. وحيي مدير الفضائية. أكو بيت شعر يقول إن كنت تدري فتلك مصيبة، نعم، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. يا أخي أنا بس أريد أناشد هذا رئيس وزراء اللي جاب الحظ وخلاه رئيس وزراء، يعني ذولا مو مال رئاسة وزراء وقيادة دولة. زين أنا بس أريد أسأله، هل مقبل الرماني ما أخذ راتبه مع العلم صار لهم ست شهور ما يداومون وعايفين هذا؟ زين أكو واحد ما بقى لحد الآن ما ماخذ راتب؟ ليش هذول المتقاعدين اللي دمرتونا دمار؟ يعني هذول جيش صدام وهذول الجيش الحالي وسويت رواتبنا احنا على اساس جيش صدام. احنا ما خدمنا صدام، خدمنا الدولة العراقية. ليش هذول ياخذون بقدمة مرتين؟ ليش انا ضابط اداري وطلعت من التدقيق العسكري اخذ حالي حال الجندي المكلف؟ بنتي مدرسة كانت تاخذ 60 من طلعت تقاعد، انا اخذ 210، هسه تاخذ 900 وانا اخذ 490. لا حسبونا المهارة ولا حسبونا العجل ولا حسبونا الخدمة ولا حسبونا الرشوة. يعني بس يفكرون بنفسهم. رئيس جمهورية 80 مليون هو ورئيس برلمان ورئيس وزراء غير المخصصات، والحلبوسي يصبب من ناس مواد ودقائق يربح بيها 24 مليار. بعفو حد حاسبة بس الفضائيات كلها حكت، كلهم يعني الفساد واصل للقمة. أي واحد منهم متحاسب؟ بعدين عندي قضية صغيرة أرد أقول لك بيها. نعم. دولة عندي حوالي أكثر من 20 واحد بالصحة. يا أخي ليش الطبيب ياخذ الخطوره 100% ودول خطورتهم قسم 30 وقسم 80؟ يعني الطبيب ياخذ راتبه اذا مليون ياخذ مليونين وبالعياده بد 10 ملايين، وهذول المساكين اللي كل العمل عليهم المعاون الطبي والصيدلي وغيره هذا مالهم 80. ليش يعني ما يفكرون بنفسهم؟ هذول يا أخي مو قادة بلد، هذول جايين بس يعني يحسب الجد راح يبوق ويطلع. أنت عندك قانون يقول الجنسية الأجنبية ما يحكم بالعراق. نعم. ليش أنت كلهم أجانب كلهم جنسيهم أجنبية ويجي هنا ومتزوج أجنبية وقاعدة مرتة برة والنائلة في الخلبة باقين على السبايل العايشين؟ نعلك الله عليهم وعلى جابهم علينا وساعة السودة وساعة المصقمة بهاي الورقة جابها الكاظمي. والله ذولا ما قيادة بلد. تحياتي لك وجميع الكادر مع شكرا. شكرا لك أبو أحمد. زيد من بغداد حياك الله يا زيد.
السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. استهدفت والله يعني شعبنا يدوخ، ناس حايرة بالرواتب وناس حايرة بالانتخابات، والله ما أدري شلون إحنا بينا يا أخي. الصوت بينا، الله أرجع وأقول الصوت بينا. صوت واضح استاذ أفل؟ واضح جدا استاذ أفل. والله يعني إحنا إذا ما رجعوا قلب واحد، إذا إحنا نتفرع الشغلات الفرعية ونحول الشغلات الرئيسية ما راح نوصل للحل، ما وصل الحل يا استاذ أفل. حتى الأخ أبو أحمد يحكي عن الراتب، هو إحنا ليش ما نروح على النظام الرئيسي اللي سوى الراتب هيك واللي ما أدري سوى؟ يا أخي هي منظومة فاسدة يا راتب. يعني أنت تعرف هذا رئيس البرلمان آخر شيء سوى، الزواج وحدة المأخر ماله ب 15 مليون دولار، المأخر ماله حق شوية المقاولين اللي يشتغلون بالإقمال بالفيلا اللي سجلوا فيها. تدري ايش قد الأجهزة الكهربائية مكلفة؟ بس هاي المشفات الكهربائية، النقط الكهربائية 2.5 مليار. يا أستاذ استاذ العفو، هذا أفل والله العظيم، والله الكريم. هي البارحة أنا أول بارحة، لا والله شوف عيني رجال شيبة كريمة. تدري منين يلم قوت عياله؟ منين؟ بالمنصور، بنص المنصور. تدري منين يلم القوت مال عياله؟ والله من الحاويات مال الزبالة، والله الكريم. لا إله إلا الله. وقفت يمك قلت ليش عمي؟ قال صار 4 أيام ما أكلي. وهسه النواب دا يخلون كل صورة 2.5 تكلف لحد المكان اللي توقف به الصورة وتفتح عليك 2.5 مليون دينار كل صورة. وتروح انتخبوهم انتخبنا، والتعذيب اللي بالسجون يا استاذ والله العظيم ما طوله من ناحية كركوك ومن مناطق الكاظمي ما يفتح للشارب، لو ما ادري ايش يصير، لو ما ادري من هيجي الكاظمي ما يهتم القضاء لنا يا اخي. بس هاي صارت شغلة بابل، قضية راي عام وقف وصار رجال وقام يحكي بيها. وانت رجال الميليشيات ما اقدر اشيلهم، يدوس على صورتي اذا ما طق ظهره واملوك اثنين. نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ زيد. علاء من البصرة، حياك الله يا علاء. علاء يضيفون الواتساب لان حتى رصيد ما عندنا. تفضل اخويا تعال الهواء. نعم وياك انا وياك. اليوم شنو موضوعكم اخي؟ موضوعنا اليوم على قمع المتظاهرين والتعذيب وهاي كلها. اول شيء الاخ يقول على راتب، هو انا ابوي مات بحرب ايران شهيد قطعه الراتب، واللي مو ما له علاقه بالوفاه صار شهيد وبالتزوير وبالهاي. وبالنسبه لل لا تترجم من الاجهزه القمعيه خير، لا ترجم من عدم. هو كادر، عذرا لهي الكلمه، هو كادر البعث انضافت عليه الاحزاب النشاله. هذول مو سياسيين، هذول محاصصه كانوا مهتلفين بلندن وفي اوروبا وفي امريكا. اجت امريكا وطتهم السلطه. هذول ما عندهم غيره ولا شرف ولا دين. انا اعتقلوا مئات المتظاهرين وسووا عليهم سهم كيديه، فعاد التعذيب. يعني هو مين يحاسب غير عندك دوله تحاسب؟ هذا رئيس وزراء جابه مقتدى وجابه عمار، القبل عادل زويه من بدر، القبل ابراهيم الجعفري من الدعوه، من هو اياد علاوي؟ من هو بس قل لي. هو ما يخلون ما يجي واحد شريف، ما يجي واحد شريف. هو هاي الاجهزه القمعيه اذا ما يجي وزير يحاسب هذول الكادر ماكو الفاسد، ما يظل الوضع على هو نفسيته. وهذول اللي يعلقون صورهم، يعني احنا شفنا من عندكم 18 سنه على مود معلم صورتك، والله مو بحرق صورتك، اعطب صورتك، لان ما شفنا منكم خير. وتحياتي لكم من علي. شكرا شكرا لك اخ علاء. محمود من الموصل، حياك الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه اخويا. شلونك استاذ؟ هلا بيك يا الغالي. عطوان من بغداد. حياك الله اخويا عطوان، شلونك يا الغالي؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك، وجهك منور الله يحفظك. والله انتم اذاعتكم يعني بدون يعني الله يحفظك وينصرك وينصر الاذاعه مالتكم. أنا راتب ما عندي ورعاية ما عندي، نعم.
دينار ما عندي والله بالبلد، ويوميا ناشد ونحكي، وعمري 60 سنة الله يحفظك. نعم. وعندي 5 بنات وقاعد بالإيجار، والله طابوقة بالبلد ما عندي، هذول حقهم يطلعون مظاهرات. أنا بي حيل والله حرق الخضراء على روسهم وروس أبهاتهم قاعدين بيها، وما خافاني الله شاهد، كلها رواتب يعني 80 مليون 70 مليون، وأنا دينار والله ما عندي أملك، باقي جقار ما عندي أشرب جقارة والله والله. ودعتك أستاذ والله العظيم. نعم. يعني أبكي دم يوميا ناشد ونحكي، يعني هذول رواتب يعني 18 سنة كانوا بالخارج حسر عليهم الدرهم، يعني جو هنا للعراق الرسول سلام الله على الرسول قال لأهل البيت روح للعراق خيراته ما تخلص، وآلاف السنين 1600 سنة خيراته ما تخلص. تاد اسمعني أسمعك أخوي. يعني 1600 سنة الرسول قال لهم روحوا للعراق خيراته ما تخلص، وأنا دينار ما عندي، يعني حرام والله حرام، أبكي دم أستاد والله. ويحكون بالرواتب، هذا راتبه 500 يقول أريد نزيد الراتب، 500 ما تكفي، أنا دينار ما عندي، يعني 500 ما تكفيك شلون؟ أنا أريد رعاية 100 ألف أستاذ. نعم. الله يحفظك ويحفظ القناة مالتكم والرافدين، يعني أنا قول بفعل والله العظيم، يعني منتهين، احنا منتهين والله، يحرق العراق هو واهله. زين. نعم نعم يعني وصلت. متنعمين بهاي الخيرات، واحنا حصر علينا الخبزه، يعني حرام عليهم والله، ما يجوز. انا نعم. ادعي لهم، انا بخيت استاذ والله بخيت، ادعي لكم بالخير، انا مبخوت واشور مو يعني، وانا دينار ما عندي بالبلد والله. ودعتك استاذ بالقران وجهك منور على الشاشه حبيبي حبيبي حبيبي، ان شاء الله يسمعوك اهل الرعايه الاجتماعيه والحكومه ووزير الماليه، يا ربي يجيبوك ويجيبون كل واحد محتاج بهذا البلد، ويا ربي يرزق البلد انه يعيش بامان وسلام. شكرا شكرا لك اخ عطوان، ويا ربي يسمعوك ويجيبوك. محمود من الموصل، حياك الله يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. هذا رئيس الوزراء ترى يطلع اعلانات، اعلانات كلها كذب على التلفزيون على الشاشه، والقران الساعه تلقاه بالليل هو والميليشيات والحشد شلون الاخوه، هذا لون رجل خوش دلمه، هذا ما ينطي عفوا السؤال، لانه هو حرمه خلص مع كلامي، وانا مسؤول محمود الجبوري، هذا حرمه اللي انت عفوا السؤال، هو حرمه والانتخاب على جاي عجب، هذا ملطط عندي داشر، ما ينتخبوا لك لن السؤال، أنت سحيد الجمالي عفوا لن السؤال، عيب عليه طرح من الرئيس عمالة تاسو صورته بالقندرة، لأنه هو القندرة. من هو؟ الرئيس تحيي ما تاسو صورته بالقندرة. من هو من هو؟ هذا كاوني تاسو صورته بالقندرة شافت عينه، وهذا حط الجمع رجل البحرات، هذول يطلع لك اعلانات كل شيء ما يقدر تسوي، ينتحفوا النسوان، ينتحفوا العجائب السابقة للخفيفة سنة وسنتين، وعيب عليه نزل منه على السلامة وتضاعف عليه جميع الدول، عيب عليه عيب. نعم. هو في الفكرة عند ذوق ما قعد على كل شيء، ذات قندرة الميليشيات ذات صوت بل هذه، بس تقولوا هذا تحكي وياه وتقوله شلون قبلها، ويقعد على الكرسي وجاب قدرته داست وحاطين الجمعة براسه، يا رب فرش راسك، هذا لا تعتر اعلانات، هذه كلها كلاوات مال هذي واني واني واني، وروح عليهم وروح رجع نسوي. نعم. وش يشتغل وش يسوي، واني ممنون. شكرا 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 لك اخ محمود. الاخ زيد من بغداد لما طلع حكى شغلتين، قال انا شفت واحد يعني ياكل تكرمون من الزباله، يقول لي انا وجهادي صار لنا 4 أيام ما ناكل. طبعا في بلد مثل العراق اللي من المفترض انه هو من اغنى بلدان العالم، من المفترض، مو العراق من اغنى بلدان العالم، اليوم نتيجه السياسات اللي تسويها الحكومات المتعاقبه من 2003 الى اليوم العراق من افقر بلدان العالم، بس المفروض انه العراق من اغنى بلدان العالم، المفروض المواطن العراقي متنعم بنعيم والشعوب كلها تحزه للخيرات اللي موجودة بهذا البلد.
بس احنا نريد نوجه سؤالي للمسؤولين وخصوصا الى مسؤولين اي تيار يردون يحصلون رئاسة الوزراء ويقولون احنا نسعى الى رئاسة الوزراء. اكو واحد من المسؤولين طلع جماعة دا يتغدون قاعدين بالقاع وشرشف نايلون او تشيس نايلون وداكلون شوربة خطية انه على اساس انه هو زاهد في الحياة. قل لي شخبار الموكب بالباب والجكسارات والفلوس مال اعضاء تيارك؟ يعني المعروف انه الزاهد ما عنده هاي الاشياء كلها الامور الدنيويه. فالقضيه السؤال اللي نريد نوجهه هسه لما يطلع واحد بهذه الصوره، الاخ زيد يقول كل واحد بيهم يسوي لي مشاريع بمليارات الدنانير. اخويا زيد، اذا نجي على القوانين، هل تعلم بانه البرلمان العراقي في زمن الملكيه، بدنا نحكي بالعشرينات والثلاثينات، في زمن الملكيه كان ممنوع منعاً باتاً على أي عضو داخل البرلمان أنه يسوي أي مشروع أو يفتح أي مشروع وهو عضو بالبرلمان؟ ممنوع أي عضو بالبرلمان يدخل للبرلمان إذا ما يوضح ملكيته إيش قد يملك بالعراق، ومن يطلع من البرلمان لازم نفسها إلا في برلمانات ما بعد 2003. أبو نزار من الفلوجة، حياك الله. نعم بك يا أمو. عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي. الله يسلمك أستاذ. الله يسلمك أستاذ. ويسلمك أستاذ. الله يوفقك، الله يعلي صعودك. تفضل. أرفع صوتك شوية للدولة، نور الكاظمي. الكل ده يسمعك، احكي قول. عندي ابني طلعنا أول الناس 2014 شهر الواحد. نعم. وبالسياحية وإجا واحد اتهم امه واخوته وعمامه وكلهم الحظى بيهم محمد الحلبوسي والغضاطه لهم. انا ابني راح مؤبد، لا استخبروا من المنطقه، لا استخبروا من الاستخبارات، لا استخبروا قاعده البيانات، وابني راح مظلوم. والناشد اهل الرحم، اهل الرحم بالله اطفال عدنا. نعم. اي والله الناشد الكاظمي ان يفرج على المظلومين. نعم. الفرق حتى اهله وياه. نعم. والبريء والله العظيم حرام 23 سنة عفو ماكو، حتى افغانستان عطت عفو ومن راحوا يمشون شد فرحانين لأهلهم. فأرجو توصلون صوتنا يا أخي من الإذاعة الشريفة، إذاعة الرافدي. نعم. إحنا ما بدنا لا حول ولا قوة، بس الناشد الكاظمي، الناشد ابننا محمد الحلبوسي، عمك ابن الرمادي داعي بالمظلومين. ليش لو ابنك أنت تقبل هيك؟ ما تقبل والله. وهاي الأطفال الله أكبر من يضحك عليهم قلبي يروح. نعم. شكرا لك أبو نزار. أبو أحمد من قضاء سنجار، حياك الله يا أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. نحمد الله على كل شيء أخوي العزيز. بس إذا أمكن شنو ما هذا الانتخابات نفس الشيء ثاني. نعم. ما اكو غير، ما اكو غير. ام هجرين صار لنا 30 قاعدين بحياه، لا معايا لا شيء، لا ما اي شيء ما شفنا من عند. بس وعودهم هاي الكاذبه بالانتخابات. نعم. ما راح نغير شيء. نفس الشيء. نعم. نفس الشيء. ثاني نفس الشيء. ماكو تغيير، هذا صار 30 مدانين ومهياكل ولا رواتب لا شغل لا عمل. تحياتي لك والبرنامج. نعم. شكرا لك ابو احمد، وتحياتنا لك والى اهالي قضاء سنجار.
شغله ثانيه، ارجع الى قضيه البرلمان في زمن الملكيه. استاذ زيد، هل تعلم بانه البرلمان او البرلماني يعتبر موظف لمده 4 سنوات، اجرى ماشي لمده 4 سنوات ورا ما يطلع ما من حقه ياخذ تقاعد؟ الا اللهم انه بالقانون الجديد، عفوا مو بالقانون، هي شغله مو قانونيه، لانه القانون العراقي حسب ما تابعنا التقاعد هو 20 سنة فما فوق خدمة، والتقاعد المبكر بشروط معينة حتى تحصل التقاعد المبكر 15 سنة خدمة بعدها تسجل على التقاعد وينظروا لك في قضيتك. لكن البرلمان اليوم بالعراق 4 سنوات وما شاء الله يحصل راتب تقاعدي يعني مخيف جدا. والسؤال اللي أريد نوجهه، يعني أحد الأخوان المتصلين قال بالنسبة للبرلمانيين رواتبهم انقطعت، لو لا أصور أبو أحمد من بغداد. احنا السؤال اللي نريد نوجهه، نوري المالكي من طلع من رئاسة الوزراء اخذ تقاعد لا لا، ومن صار نائب رئيس جمهورية همين اخذ تقاعد عليه، يعني اخذ راتب واحد راتبين ثلاثة؟ هاي نتمنى يبينوها السياسيين لابناء الشعب العراقي. محمد من الانبار، حياك الله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ ابو الدين. اي نعم، تفضل اخوي. الله يرجيك. والديك على مرتفعات اجتماعية. نعم. والله هو قدمت وانا صاحب عائلة. نعم نعم. ايه والله. ايه شو ما الخبر لاحظ. نعم. ايه وبحكي البلد يا مال فلوجة. يقول لي والله لا. هل عرف يلا تشتغل؟ يعني حتى البنوك ناس صارت والله راح نموت. نعم. الو. نعم اخ محمد، قضية الرعاية الاجتماعية هي واحدة من القضايا اللي دعانوا من أدها فئة أو شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي نتيجة الفساد اللي صار بالبلد، وأوجدت طبقة معدمة في هذا البلد اللي من المفترض انه ماكو بهاي الطبقه، لانه كل شيء اصبح بفساد، فلا سبب الرعايه الاجتماعيه همنا بها فساد وعليه يعانون المواطن العراقي. اتمنى يسمعوك ويجاوبوك على هاي القضيه. شكرا جزيلا لك. بالنسبه الى رسائل الواتساب، اول رساله وصلتنا اليوم تقول السلام عليكم، وصلت الى جامع مالك الملك بمنطقه القريعات ورقه كهرباء ب 121 مليون دينار 121 مليون و218 1900 دينار. يقول لو فرضنا ان الديون من سنة 2016 ما اندفعت بمعدل 50 ألف شهري وما يتعدل كله 3 ملايين، فمنو يدفع هذا المبلغ؟ الامام اللي يعمل لوجه الله تعالى بدون اجر، لو الخادم اللي ما يتجاوز راتب 400 ألف، لو الحارس اللي ما يتجاوز راتب 200 ألف. ادري مدور العبادة معفية من الاجور، ليش هسه صار هذا الشيء؟ شنو احنا برقي صاعد أم رقي هابط؟ افتونا مأجورين. مع جزيل الشكر، إدارة جامع مالك الملك في منطقة القريعات. رسالة ثانية وصلتني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق تأكد أنه أنا ما كنت أقوله سابقا. مالك يا شيخ النسل لا بيك حظ ومقدرة، رجعت البلد بقلي ورا وبعت نص المقبرة. هذا كله يصير على السياسيين اللي يحكمون اليوم البلد. السلام عليكم جميعا، رسالتي للعراقيين بمقاطعة الانتخابات، لا يوجد إصلاح أو تغيير في ظل وجود خونة وعملاء موالين لإيران. المالكي مرشح للحكم، عودة المالكي للحكم معناها عودة داعش مجددا، ومعروف هذول يعملون على إسقاط العراق بالكامل لصالح إيران وجعل بغداد عاصمة الفرس. لم يأتون لخدمة العراق والشعب، فعلوا كل الإجرام بحق الإنسانية باسم الدين والإسلام من قتل وحشي وسلب ونهب ثروات للعراق وخطف وهتك أعراض وإرهاب ومخدرات، وجعلوا العراق طوفة هبيطة لكل من هب ودب. ألم ترون كيف دخلوا الناس من منفذ شلامشة العراقي بدعاية زوار الحسين عليه السلام؟ فرسالة طويلة جدا ما أقدر أكملها. شكرا جزيلا لك أخوي العزيز. أبو حاتم من الموصل داز رسالة يقول السلام عليكم، تحية طيبة أستاذ وللجميع. أستاذ أفل، العراق من عام 2003 ولهذا اليوم نفس الوجوه أمام الشعب العراقي
تعود لساحة العراق أمامهم منهج يمشون عليه، هم يجتمعون يتفقون على السرقة والبوق وتدمير العراق ومؤسساته، تمشي الأمور أمامهم يجتمعون ما يتفقون يتحركون على ذبح الشعب وإراقة دماء الشعب واعتقال أكثر من هذا ما عندهم، وهاي الانتخابات أسوأ من السابقات والله يستر من تاليها ويتحمل المسؤولية كلها الشعب العراقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة ثانية وردتني تقول ماكو أي خبر عن العفو العام، والله العظيم يا أختي أو أخوي العزيز ما أعرف أكو شيء على هذا الموضوع لولا القضية. اليوم أبناء الشعب العراقي ديعانون، أبناء الشعب العراقي عايشين بالضيم، وأبناء الشعب العراقي يشوفون كل شعوب العالم عايشة مرتاحة إلا هم، والسبب أنه أكو فئة صغيرة تريد تتحكم بهذا البلد مو الخاطر نفسها حتى تبيعها إلى دولة جارة، ويا ريت لو هاي الدولة الجارة تريد خير بينا. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة باكر بإذن الله برنامج صوتكم. في أمان الله.